ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة هنعمل كيكة التايجر او تايجر كيك. معانا 3 كوبايات دقيق، معانا 1.5 كوباية سكر، والسكر حسب الرغبة. معانا 1 كوباية زيت، 1 كوباية لبن، 2 معلقة كاكاو، معايا 2 معلقة خل كبيرة، معايا 3 بيضات، فانيليا، بيكنج باودر. حلوة قوي، كيك شيف جميل يا جماعة، هو بيكنج باودر ومحسن كيك. تمام، يلا نشوف هنعمل ايه. بصوا، انا ممكن اضربها في المضرب الكهربائي وممكن اضربها في الخلاط، بس انا عشان اسهلها عليكم وعليا انا هضربها في الخلاط. تمام اهو، انا هكسر البيض. زي ما انتم شايفين كده معايا، انا حطيت البيض وهحط الفانيليا، اللبن، الزيت، ممكن تعملوها بسمنة برضو او زبدة براحتكم، السكر. هضرب ده كله في الخلاط ونرجع تاني. انا ضربت الخليط اهو كله اللي كان معايا في الخلاط، تمام، ومعايا الدقيق، هحط عليه البيكنج باودر او كيك شيف. انا نخلة الدقيق ده، يبقى ده دقيق منخول وعليه بيكنج باودر. تمام، هقلب كده عشان البيكنج باودر يبقى مع الدقيق اهو. شوف بقى نعمل ايه، هنزل بالدقيق كده. تمام، وهقلب كده، ويبقى التقليب، يا ريت التقليب يبقى اتجاه واحد عشان الهواء هاجي في نص التقليب. احط معلقة الخل، معلقة الخل دي مهمة، بتخلي الكيكة هشة وجميلة. هقسم نص الخليط اللي معايا في بولة تانية، هقسم نص الخليط. انا بعناية كده يعني، اوزن كده نص الخليط بعناية كده. تمام، هنزل بعد كده بمعلقتين كاكاو وعليهم 2 معلقة لبن عشان الخليط ده يبقى زي دوت في السمك، ميبقاش واحد خفيف واحد تقيل، يبقى الاتنين زي بعض اهو. انا كده خلصت. يلا نشوف هنعمل ايه كمان. انا معايا كده فضيت الخليط اللي معايا في كوبايات، لسه في خليط تاني معايا برضو، ومعايا صينية فيها ورق زبدة، ممكن انتوا تدهنوها زيت ودقيق، يعني تدهنوها زيت وتحطوا رشة دقيق. تمام، هحط كده خليط من ده في النص، في النص كده الخليط الأبيض. تمام، وهنزل بالشوكولاتة في نص الصينية كده. تمام، وحط ابيض تاني. وشوكولاتة. هفضل ماشية كده بنفس الطريقة دي
وارجع لكم تاني. انا خلصتها كده، هجيب خلة بتاعت الشيش وهعمل كده وهمسح وهعمل كده. معايا منديل بمسح فيه الخلة، ارجع بقى تاني عكس ايه. طبعا انا مشغلة الفرن على 180، مشغلاها دلوقتي وعلى هنحطها طبعا على الشبكة. ما رأيكم؟ حاجة كده تحفة ما شاء الله. هدخلها دلوقتي الفرن ونشوفها بعد ما تخلص. انا تاني مع بعضي كده، الكيكة خلصت معايا وبردت، لازم اسيبها تبرد الاول وبعد كده اقطعها. تمام، المقادير بنفس الكوباية، الكوباية اللي بنعاير بيها المقادير تبقى كوباية هي مقاس واحد، هي متختلفش. نفتح كده الصينية، بص عاملة ازاي، حاجة كده ما شاء الله. بسم الله، الله، حاجة كده اهي. اي ما شاء الله، بصوا شكلها. وبكده تكون خلصت معايا. إيه لو الفيديو عجبكم ما تنسوش حبايب قلبي بقى اللايك والشير وسبسكرايب عشان الفيديوهات توصلكوا اول باول. إيه وان شاء الله نتقابل بفيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.